هكذا بدا المشهد في ميناء المكلا. المئات من المسافرين يستعدون لركوب العبارة ميد دريم، مدشنين بذلك وبحضور الرسمي أولى رحلات الخط البحري السياحي الرابط بين محافظتي حضرموت وإرخبيل سقطرة. وعلى عكس المرات السابقة، بات توفر مثل هذه العبارات البحرية أمر مريح للسفر صوب الأرخبيل، خصوصا في ظل توفر وسائل الأمن والسلامة بداخلها مقارنة بما هي عليه في مراكب الصيد الخشبية التقليدية التي كان يتم استخدامها سابقا في عملية التنقل إلى داخل الأرخبيل وخارجه. الحمد لله ارتحنا زيادة، بالعكس الحمد لله مرتاحين. السفينة أمان واستقرار وأمن والحمد لله. هذا الرحلة نفضلها عن السفن الصغر. احنا كنا من الأول نتواصل بالسفن الصغر العباري، اللي هي العباري تحمل برضه المواطنين، لكن مش بشكل مثل الآن سفينة هذا. وعلى الضفة الأخرى، كان الاستقبال رسميا وشعبيا في ميناء سقطرة ابتهاجا بالخط الملاحي السياحي الجديد الذي يعولون عليه في إحداث نقلة نوعية تسهم في إعادة إحياء النشاط السياحي في الأرخبيل. نستشعر قيمة الفخر والاعتزاز يعني ندش أول رحلة سياحية إلى جزرة، ولا سيكون هناك رحلات ستكون قادمة من خلال الترويج السياحي والمعالم السياحية وسقطرة والتنعم على معالمها، ستكون هناك رحلات قادمة ستكون أفضل إلى التنوع يعني وتقدر التنافس بين الوكالات السياحية. وتعد هذه الرحلة الأولى من نوعها منذ أن أعلنت السلطات بحضرموت حظر كافة الرحلات البحرية إلى الأرخبيل عقب حادثة قرغ السفينة فرج الله اثنين الشهر الماضي، وعلى متنها نحو 70 راكبا لا يزال مصير 29 منهم مجهولا. بهذا الاستقبال الرسمي والشعبي تصل السفينة الركاب ميد دريم إلى وجهتها في ميناء سقطرة، منهية بذلك كافة المخاوف التي لطالما راودت أبناء الجزيرة في تنقلاتهم من وإلى الإرخبيل. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، إرخبيل سقطرة.